وصلت السلطات الجزائرية أخيرا في مصير مصنع بيجو لتركيب السيارات، أين كسب الفلاح الجزائري الأزهاري الرهان بصدور قرار تحويل المصنع إلى منطقة طفرة وجنوب وهران. والتقرير لجمال الدين بوشا وكريم الصواق. من منا لا يتذكر قضية الفلاح الأزهاري وصرخته في وجه قرار استغلال أراضيه الفلاحية لإنجاز مصنع بيجو لتركيب السيارات، القضية التي تفاعل معها آلاف الجزائريين عبر منصات التواصل الاجتماعي أثمرت أخيرا بقرار تحويل المصنع نحو منطقة طفراوي. كنت معمن بالقضية كي لحقت البوتفليقة، عرفت بلي لحقت البوتفليقه ولحقوها رجال البوتفليقه، عرفت بلي ان شاء الله يكون فيها النصر، خاطر احنا توجهنا لربي سبحانه عز وجل، وربي ان شاء الله كاين الناس اللي على كل حال رفعوا الصوت تاعنا وعرفونا بلي مظلومين وجاوا معنا. ونشكر كل انسان اللي جا معايا وقاضوا الامر تاعي، نشكره ان شاء الله ونطلب له الحفظ والسلامه. الهبة الفيسبوكية لدعم الفلاح الأزهري لم تتوقف عند الاستنكار، بل الاتصالات الهاتفية أثبتت غير ذلك. الحمد لله كاين الناس اللي بشرونا، بعد بشرونا وفرحوا معنا، الحمد لله ياسر ناس اللي بشرونا على التلفزيونات وفرحوا معنا وطلبونا النصر تاع ربي، الحمد لله، وإحنا الحمد لله ما نضرت حتى إنسان. إبلاغ الحكومة للشركاء الجزائريين والفرنسيين بقرار نقل مصنع بيجو سيتروين نحو منطقة طفراوي جنوب ولاية وهران، أين سيتربع على مساحة 160 هكتار، كان آخر فصل من فصول قضية الفلاح الأزهري التي حركت السلطات الجزائرية نحو الوقوف ضد الاعتداء على العقار الفلاحي.